انا هبه سعيد، خسيت من 133 ل 90 ان شاء الله، ولسه مكمله ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. هو فقط لنا النظام اللي انا كنت بمشي ساعه بقسمها شويه تمارين رياضيه، شويه مشايه، شويه عجله. بس لما مثلا بتوقفي عشان خاطر ظروفك الصحيه، بتوقفي فتره بتمشي على نظام التثبيت؟ بمشي على نظام التثبيت اللي انا الفطار بتاعي بيبقى دايت، والعشاء ما بتعشيش اصلا معظم الوقت، حتى في ايام الدايت ما بتعشيش. قولي لهم بقى تاني من كام لكام؟ من 130 ل 65. ما شاء الله. 130 ل 65. حضرتك عندك كام سنه؟ 63 سنه. بسم الله ما شاء الله. انا استمريت 63 سنه. بسم الله ما شاء الله. بس انا مش حاسه انهم 63. طبعا. الحمد لله. انا حاسه انهم 23. طبعا. وان شاء الله حلمي الجاي ان شاء الله ادخل الماراثون الجاي، المره اللي كنت بسابق انا وباشمهندس، بس ان شاء الله انا هدخل ماراثون. اقول لك انا دخلت معاه ماراثون قبل الفطار بساعتين وما كنتش واخده علاجي، انا وريت رئه، بس انا الحمد لله خفيت من ساعه ما. مفيش مشكله في الرياضه. لا مفيش ابدا اي مشكله، مفيش مشكله. واحنا على فكره بيجي معانا الفطار بساعتين، بيجي معانا دكاتره وبيبقى لا 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 الحمد لله الحمد لله. انا من ساعه ما خسيت ودخلت صفحتنا وبقيت زي الفل الحمد لله، لا بخاخه ولا علاج قوي ولا اي حاجه، بنطلق في الهواء واجري زي الرهوان. و بجري على الاوتوبيس محطتين بس ما اركبوش، رغم ان احنا ايه الناس المسيرين دول اللي كتفهم بيحكوا في الرصيف، ما تعرفش ازاي. طبعا ريم وهل يخفى القمر، يعني مش هيخفى القمر يعني. استضخمت شويه في مش عارفين. انا عارف ان انت عندك بتاخدي دواء صح؟ وبنقل باخد حاجه وبنقل فتضخمت. يعني يا ريم كانت خست معانا 43 كيلو 8 او 48 كيلو، وكانت طبعا نجمه حلقات رمضان اللي احنا ما شفناش منها غير حلقتين تقريبا. وده مايك تمام. انا فريم يعني من الناس اللي برضو يعني بتعافر في حياتها من خلال الدايت، لان يعني هي شويه بيحصل لها يعني انتكاسات صحيه صح، وبترجع للأسف تاني تكمل، بتاخد ادويه ممكن تزود لها وزنها وتكمل وهكذا. يعني هي يعتبر من ابطال الناس اللي ايوه بقى ايوه زود بقى، قول اكتر قول اكتر الابطال قول اكتر ايوه. وانجاز جديد مع علاء حسين. علاء حسين بفضل ربنا وثم الصفحه الجميله بفضل باشمهندس مصطفى. بفضل باشمهندس مصطفى الحمد لله حققت انجاز من وزن 124 105 كيلو في تقريبا 4 شهور. وطبعا بشكر اصدقائي اللي شجعوني وعارفين على الصفحه الجميله دي، الاستاذ هاني خيري والاستاذ رضا محمد، هم اصحاب الفضل ان هم عارفين على الصفحه الجميله بتاع الباشمهندس. وفضل ربنا الحمد لله وصلت ل 105 ومكمل ان شاء الله. ربنا يبارك لك كده ان شاء الله وتكمل يعني باقي الانجاز على خير. يعني انا شايف ان انت يعني ان شاء الله يعني حاجات بسيطه وهتلاقي نفسك انت اصلا يعني خلاص يعني الموضوع انتهى منك. انا اسمي ملك. انا فجاه لقيت نفسي سمينه شويه، اصحابي في المدرسه بيضايقوني، بس مره على مره خدت على كده يعني ما خلاص مش قادره. بيضايقوك ازاي؟ بيقعدوا يعني يقولوا لي كلام يضايقني، انت تخينه انت سمينه شويه كده. فماما قالت لي ان في صفحه على الفيس يعني اسمها لو نفسك تخس، فانا بصيت فيها وقريتها كويس عجبتني جدا. فانا كل مره يعني مش عارفه حضرتك او مين بيقعدوا يجيبوا ان انا اشرب ميه اشرب ميه اشرب ميه، فانا تابعت الصفحه ولقيتها جميله جدا وسهله وما فيهاش اي صعوبه خالص. وانا مش بعمل ريجيم، بالعكس انا باكل اكل صحي احسن من الاول بكتير. بقيت نفسي بقيت سعيده جدا غير الاول. ايه بقى الرياكشن او ايه رد فعل اصحابك؟ طبعا كلهم فضلوا يقولوا لي انت خسيتي، تشجعوا وقالوا لي ان انا عندي اراده بكده، ان انا بكون عايزه حاجه بعملها. وكان بقوا يصاحبوني اكتر من الاول، ما كانش في حد بيصاحبني اكتر كده يعني، ما كانش حد بيكلمني اصلا. كان بيعتبر يعني ان الشخص التخين ده مثلا حاجه وحشه يعني. حاجه وحشه. دلوقتي بقيت اصحابي كلهم بقوا مصاحبيني، بقيت انا يعني معايا اصحاب كتير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معكم ابراهيم عبد الباقي شطا من اعضاء صفحه لو نفسك تخس بالشرقيه. بفضل الله عز وجل حبيت
يعني ابص الفرحه والسعاده والتشجيع في قلوب ناس كثيره جدا نفسها تخس. انا بفضل الله عز وجل كان وزني 115 كيلو، الكلام ده في 17/4/2017، والحمد لله رب العالمين وصلت الى 75 كيلو يوم 27/8/2017. يعني بخاف من الظهور في اي حاجه حتى لو في الصور، يعني كنت بضايق ان انا اتصور لاني دايما الحياه كانت متلخبطه بالنسبه لي. ومع ذلك ملاها الحياه والشغل وكده، ما فكرتش مثلا في يوم من الايام ان انا اخس، لان كنت شايف ان ده حاجه صعبه جدا وده مستحيل. يعني ايه اخس؟ يعني ما ايه اخس ازاي؟ لان كده ارجع رفيع ازاي يعني؟ مش هاكل يعني مثلا ولا ايه؟ ففي يوم من الايام كنت على كورنيش الدمام، فبكلم الاستاذ محمد ابو سفيان على الفيس، فبعت لي صوره نحيف جدا. استغربت، قلت هو ده الاستاذ محمد ولا ايه ولا ايه؟ ما صدقتش صراحه، قلت له الكلام جد؟ دي إيه انت الصوره دي منين؟ فقال لي في صفحه اسمها لو نفسك تخس على الفيسبوك. كنت فيسبوك ايه وبتاع ايه الكلام الفاضي ايه الهبل اللي بتاع العيال ده؟ تتكلم جد؟ صفحه على الفيسبوك تعملك كده؟ انت بتهزر. قال والله صفحه على الفيسبوك. فانا ما خدتش الموضوع صراحه بجديه. في نفس اليوم تاخرت بالليل على الكورنيش وخدت بناتي في السياره ومروح، فزوجتي خلت البنت الصغيره وطلعت السلم فوق، جيت اشيل البنت الكبيره ما قدرتش، عندها 4 سنين ونص تقريبا. فصحيت البنت من النوم عشان تطلع الدور الثالث. بصراحه الامر ده حز في نفسيتي جدا جدا جدا. يعني انا كنت مريض كوليسترول، وكان عندي دهون ثلاثيه، وكان عندي يوريك اسيد، وكان عندي ضغط، وكان عندي الام في الظهر، وكان عندي يعني عذرا يعني شخير بشكل غير عادي في النوم، ارق لما اصحى من النوم ما نمتش كويس. ومع ذلك ما حاولتش ولا فكرت ان انا اخس اصلا. فلما موقف بنتي ده حصل، وفي نفس اليوم كلمت الاستاذ محمد صلاح ابو سفيان، فبديت اقول طب انا هخس يا ما اشوف الصفحه دي ايه يعني. فدخلت شفت كميه الانجازات والناس اللي خست، انا بصراحه ما صدقتش ان في حد ممكن يعمل كده. فتوكلت على الله عز وجل وبدات في نفس اليوم اللي هو يوم 17/4، وبالمناسبه ده يوم تاريخ ميلادي، وطلع لها تكون البدايه يعني. بس يوم التزمت في اول يوم صح، وحسيت بالجوع فعلا، وحسيت ان انا متألم اول يوم وتاني يوم. بعدها كان الامور تمام عادي خالص، مفيش ادنى مشكلة، لدرجة انني لا اذكر في ال4 شهور و10 ايام لا اذكر انني في يوم من الايام لخبطت ابدا نهائي. واول اسبوع بصراحة ما كنتش بعمل رياضة لان كنت في شغل ومشغول، بس لما طلعت الميزان ولقيت نفسي في اول اسبوع نزلت 4.5 كيلو تقريبا، يعني 4 كيلو 700 800، فانبهرت. فبديت بقى اضغط على نفسي بالايه بالرياضه والايه والتزم اكتر، لدرجه ان انا كنت ساعات اوصل ساعتين. والله اشهد الله ان انا في يوم في رمضان قبل الفطار مشيت 3 ساعات من 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 حب للفكره، وازاي انني بنزل وازاي اني بحافظ على وزني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا مؤمن من طنطا، وانا كنت ماشي مع اصحابي في يوم، فكان انا كنت مليان، كنت 103 كيلو فماشيين، وكان قدامنا شخص مليان جامد. فالشخص يا جماعه بعد اذنكم، الشخص ده ما كان شكله لطيف خالص، فلقيت صحابي عمالين بيتريقوا بيهزروا بيقولوا مؤمن اهوت مؤمن اهو، بيقول لهم في ايه يا جماعه عمالين بقى يتريقوا مش عارف ايه، وانا كنت اساسا يعني واخد على التريقه دي. شافوا شخص ماشي مثلا وبيشبهوك بيه، اه فبيتريقوا عشان يوروك انت صورتك بقت عامله ازاي عندهم هم، يعني مع انهم كانوا بيتريقوا كتير. اصحابك دول اللي معاك صح؟ انا اصحابي دول كنت لسه متعرف عليهم من سنه يعني، اصحابي ده اه ده لو انتوا كنا بص هنسمع عليكم كلهم. لا الرجاله دي فعلا هي اللي شجعتنا. انا مامتي كانت بتعمل لي سندوتشات، الرجاله اللي شجعوه يجوا جنبه بقى يجوا وراه. انا مامتي كانت بتعمل لي سندوتشات ما كنتش برضه اكلها، هم والله اللي كانوا بياكلوها. طب والله حلوه دي، تصدق؟ طب والله فكره والله. طب والله اول مره اشوف نظريه كويسه جدا. كنت بجيب معايا سندوتشات يا جماعه، بعد كده اللي مامته تعمل له اكل كتير يجيب اصحابه عشان ياكلوا الاكل كله، عشان هو ما يسيبولوش ما برضاش احرجها، لانها مره واتنين وكانت بتخاصمني فعلا عشان ما برضاش ياكل. ايوه فالرجاله دي مش عامل حسابي في الاكل اكل معاها. مؤمن كان داخل التحدي ده باراده جامده بصراحه، هم بقى كانوا عارفين شكلي زمان كان حاجه وحشه، يعني تركب مواصله تحس ان الناس كلها بتبص عليك وتتريق، مفيش 0% ثقه في النفس، مفيش، ما ولا عارف تلبس، تلف في المحلات الدنيا والاخر عشان تجيب تيشيرت اللي انت اساسا مش عاجبك اساسا التيشيرت اللي انت بتلبسه ده. فبعد ما عرفت الصفحه بدات كام كيلو؟ 103 1.8
1/8/2017 1/8 يعني هنا يعني لسه ده قريب من شهرين يعتبر من شهرين. ولا ان شاء الله امبارح وزنت نفسي 83 كيلو يعني 20 كيلو بالظبط ما شاء الله. سافة حلوه كده.